أول حاجة الحمد لله يا ربي توجنا بالكأس هذية اللي ظلي مجهود خدمة عام كامل. صحيح ما توجناش بالبطولة اللي كنا معناتها في آخر مطاف نستحقوها، أما الغالب الناس كل تعرف شو صار في سوسة. اليوم في رأس الحمد لله ورينا وجه طيب، الولاد كانوا حاضرين وذا مجهود الخدمة متاعنا والحمد لله يا ربي.